السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخوتي أخواتي، نلتقي اليوم في فيديو جديد. فيديو اليوم متعلق بموضوع فيزا كندا. سوف نحاول في هذا الفيديو إن شاء الله شرح كيفية أخذ موعد في لو سنتر في اف اس جلوبال pour déposer le dossier de visa كندا. كما قلت لكم في الفيديو السابق، لأخذ فيزا كندا عندك دو بوسيبيليتي. La première possibilité اللي شرحناها في الفيديو السابق وهي اخذ موعد فيزا اون لين، معناها تدخل في لو سيت دو غوفرنمون كنديان ودير اون دوموند اون لين وترسل لو دوسي تاعك سو فورم دو بي دي اف اون لين وتخلص لي فري دو فيزا بار ماستر كارت ولا فيزا كارت. اللي حاب يدخل يشوف هذا الفيديو ما عليه الا الدخول في القناه هذه الخاصه بيا ملتي سيرفيس شانل ويحوس على الفيديو اللي يتحدث عن فيزا كندا. اليوم ان شاء الله سوف نشرح الطريقه الاخرى. الناس اللي ما عندهمش فيزا كارت ولا ماستر كارت كي يديروا باش يديروا ان دوموند دو فيزا كندا ويحطوا لي دوسي تاعهم سو فورم دي بابي في لو سونتر في اف اس جلوبال. دونك قبل ما نبدا هذا الفيديو ما تنسوش الاشتراك في هذه القناه، وليمكم بانني وضعت قناه جديده اسم هذه القناه فيزا انفو. سوف أضع فيها مواضيع متعلقة بفيزا، فيزا شنغن وفيزا الفيزات الأخرى، كندا، أمريكا إلى آخره. الرجاء الدخول في هذه القناة، سوف أترك لكم رابط هذه القناة في خانة الوصف تحت الفيديو. الرجاء الدخول في هذا الرابط، الاشتراك في القناة وتفعيل خاصية الجرس ليصلكم كل الفيديوهات التي سوف أضعها على هذه القناة إن شاء الله. إذا بدون إطالة نعود إلى موضوع اليوم وهو كيفية اخذ موعد في لو سونتر في اف اس جلوبال لوضع ملف تأشيرة كندا. اذا تدخل في محرك البحث جوجل، ديروا في اف اس كندا الجيري، هلا كما راكم تشوفوا هذا هو لو ليان في اف اس جلوبال سي ا سلاش كندا الجيريا فرنش. تضغط على هذا لو ليان، اذا ظهر لكم هذه الواجهه كما راكم تشوفوا. الناس اللي راه حاله ديجا كونت في هذا لو سونتر دخل الايميل تاعها ودير لها لو مود باس وتعاود الكابتشا ودير سويفون. اذا راك حاب تحل بور لا بروميير فوا ان كونت في هذا لو سونتر في اف اس جلوبال تضغط على نوفيل يوتيليزاتور. تظهر لكم هذه الصفحه انسكريبسيون دي نوفيل يوتيليزاتور. تعمل لي رونسينيومون، دي رونسينيومون سامبل. هنا عندك لو برينو تاعك، هنا لو نون تاعك، هنا دير لادريس ايميل، دير لو نيميرو دو تيليفون، دير ان مود باس، تعاود تكتب لو ميم مود باس، وهنا دير هذه الكابتشا ثم تضغط على فاليدي. دونك تظهر لكم باج كيما راكم تشوفوا، هذه هي، ويقول لكم هنا لانسكريبسيون افكتوي افيك سوكسي. وهنا يقول لكم تدخلوا في لا بواط ايميل اللي حليتوا بها لو كونت في الفي اف اس جلوبال، تلقوا ان ايميل، تدخلوا في ذاك الايميل وتاكتيفو لو كونت من داخل لا بواط ايميل تاعكم. كيما راكم تشوفوا هذه هي لا بواط ايميل اللي حليت بها لو كونت في لو سونت في اف اس. هما رسلوا لي ان ايميل، فوالا ندخلوا في هذا الايميل باش ناكتيفو لو كونت تاعنا في لو سونتر في اف اس جلوبال. فوالا كيما راكم تشوفوا، هذه هي. هنا تروح دير لاكتيفاسيون تاع لو كونت تاعك، تضغط على هذه الايقونه اكتيفيت اكونت. دونك اون فوا تضغط على لو ليان داكتيفاسيون تاع لو كونت تاعك في البوات ايميل، تظهر لكم ان باج ويقول كي من هذه كيما راكم تشوفوا، ويكتبوا لكم يور اكونت از سكسيسفلي اكتيفيتد. دونك لو كونت اكتويلمون اي اكتيفي. هنا تدخل الايميل تاعك، تعاود تدخل لو باس لو باسورد تاعك، لو مود باس، ومن بعد دير هذه الكابتشا وتضغط على كونتينيو باش تدخل في لو كونت تاعك. دونك كي تدخل الايميل تاعك وتدخل لو مود باس تدخل في لو كونت تاعك. تظهر لكم اون باج كيما راكم تشوفوا، هنا فيها لو نو اي لو برينو تاعكم. هنا باش تخير ان رونديفو تضغط على الايقونه الاولى هذه.
تخيل لا ناسيوناليتي تاعك. دير هنا الجيريا، هنا تخلي الاختيار الثاني، وهنا تخير العدد تاع الناس اللي حابين يدوا لي رونديفو. مثلا حاب ندي وحدين ندير رونديفو، ندير ا. وهنا تخلي الاختيار كيما راه. هنا تضغط على هذه باش تشوف لي لو بروشان رونديفو. كيما راكم تشوفوا لو بروشان رونديفو راه لو 3 فيفري 2019. اليوم رانا لو 1 فيفري 2019. دونك تضغط على كونتينيي. فوالا ظهركم باج كيما هاك. تضغطوا على اد ابليكون، ظهركم باج كيما راكم تشوفوا هنا. تعمروا المعلومات، هنا لا دات دو نيسونس، هنا لو برينو تاعك، لو نون تاعك، هنا لو سيكس، هنا لو نيميرو دو تيليفون، وهنا الايميل تاعك. ثم تضغط على سويفون. دونك من بعد ظهركم باج كيما راكم تشوفوا، هنا فيها لو نون تاعكم، لو برينو، لا دات دو نيسونس، وهنا فيها لو نيميرو دو ريفيرونس. تضغط على الايقونه كونتينيو. دونك من بعد بالكم باج كيما راكم تشوفوا، هذه هي لا باج. وهنا يجيكم ان طابلو فيه لي رونديفو، لي كازي اللي راهم اون فير هما لي رونديفو ديسپونيبل. تخير الرونديفو اللي حاب تديه، مثلا تبغي تدي مثلا لو 3 فيفري، لو 4، لو 5، تخير ان رونديفو كيما حبيت. هنا تضغط، ومن بعد تخير هنا الساعه، الساعه اللي حاب تديها. مثلا تبغي تديها 8:30 ل 48 دقيقه، ولا تديها من 12 حتى ل 12:10. تخير مثلا على سبيل المثال ندي من 8:30 حتى ل 48 دقيقه. تخير هذا الاختيار. دونك اون فوا تخير لا دات وتخير الوقت اللي حاب ديبوزي فيه لو دوسي تاعك، تضغط على هذه الايقونه كونفيرمي. دونك بهذه الطريقه نكون قد انهينا فيديو اليوم الذي كان يتحدث حول كيفيه اخذ موعد في لو سونتر في اف اس جلوبال لوضع ملف تاشيره كندا. ما تنسوش الاشتراك في القناه. نلتقي في فيديو اخر ان شاء الله.